اهلا بيكم، رجعنا من اول فاصل في برنامجنا القهوه، ويسعدنا النهارده ان احنا يكون معانا كابتن عمار عادل، اخصائي التغذيه الرياضيه ومكملات الغذائيه. اهلا اهلا بحضرتك. بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. مبدئيا كده كنا عايزين نعرف ايه الفرق بين التغذيه الرياضيه وانظمه التغذيه العاديه المتداوله بين الناس. الانظمه الغذائيه اللي بتكون متداوله بين الناس بتكون اغلبها قائم على النصائح الغذائيه، بمعنى ان هو ممكن بيسمع نصيحه او بيجيب نظام غذائي من على الانترنت بيقول له مثلا تاكل قد، يعني مثلا هنتكلم بالبلدي زي بيقولوا ربع رغيف الصبح تمام بلدي ومعاه قطعه جبنه معاه قد كده الانظمه فاكهه، الرياضيه اللي احنا يعني تعبنا كتير قوي اللي هي دي فيها. مش انظمه رياضيه، دي اسمها انظمه غذائيه بتكون قايمه على النصائح، انما الانظمه الرياضيه بتكون قايمه على حاجتين. اول تمام. حاجه التخصص نفسه عشان نحسب سعرات الحراريه المطلوبه لكل تخصص وتفيدني ازاي في التخصص الرياضي بتاعي. تاني حاجة بيكون قايمة على حساب السعرات الحرارية، بمعنى إن كل وجبة من الوجبات سواء 5 وجبات أو 6 وجبات في اليوم بيتقسم عليهم عدد السعرات، وبالنسبة للنشاط الرياضي في ميعاده إمتى بنحط قبليه وجبة قبل التمرين ووجبة بعد التمرين، بيكون طبعا فيها قبل التمرين بنزود الكربوهيدرات. إيه دور المكملات الغذائية في الموضوع ده؟ المكملات الغذائية بتساعد على تكملة النقص في النظام الغذائي، بمعنى ان انا لو نظام غذائي فيه نسبه بروتين قليله ممكن اعوضها بالمكملات الغذائيه، وفي نفس الوقت ممكن اعوض املاح معدنيه او فيتامينات برضو في نفس الوقت. تمام. طيب نقدر برضو نسال سؤال، هل دي امنه؟ يعني امنه لاولادنا، امنه للسن مثلا، ايه يعني مثلا اي سن ممكن يقدر ياخد المكملات الغذائيه ديت ولا لها سن معين؟ لا، هو ناحيه السن تتوقف على نوع المكمل، بمعنى ان الاطفال الرضع بيكون بياخدوا مكملات غذائيه عشان يعوضوا المعادن والاملاح فعلا، يعني كمان الرضع بياخدوا معقوله من السن اول يوم، من اول يوم بياخدوا مثلا حاجه زي الفي دروب، بيحتاج الطفل اللي هو الطفل الرضيع لسه عمره ساعه بيحتاج لفيتامين د عشان العظم بتاعه يبقى اقوى وبيبقى تمام. كويس، فمن اول يوم الفكره كلها مين اللي ياخدها وياخدها تحت اشراف طبيب امتى وازاي. تمام. وبالنسبه للسن مثلا 16 سنه 17 سنه اولادنا يبقى لهم انواع تانية بقى طبعا من المكملات الغذائيه اللي ما فيهاش اي مشاكل، لان دايما مشكلتنا مع اولادنا دايما يعني اولادنا الشباب طبعا انا اقصدهم ان هم لما بيروحوا الجيم لازم انا هجيب مكمل الفلاني انا كذا، فاحنا دايما متخوفين ونقول لا ده ضرر ليكوا لا ده مش صح. يا ترى هل كلامنا احنا كامهات وابهات خايفين على اولادنا مظبوط ولا ده غلط؟ هو كلام حضرتك مظبوط من ناحيه الخوف عليهم، انما من ناحيه الامان او يعني امنه او غير امنه دي بترجع لحاجتين. الحاجه الاولانيه الاشراف الطبي، هل هو يخضع لاشراف طبي وعشان كده بياخد المكملات الغذائيه دي، او بيكون في كابتن عنده الخبره وعنده الشهادات اللي تؤهله ان هو يديله المكمل الغذائي ولا لا. ده رقم واحد. رقم اتنين، مش بياخدش اي مكمل غذائي بصوره عشوائيه، لا بيكون في تحاليل طبيه، يعني التحاليل دي تؤهله ان هو ياخد المكمل الفلاني عشان يعوض له نقص في النظام الغذائي بتاعه. تمام. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. مساء الفل. مساء الانوار. عامل ايه؟ الحمد لله. اهلا بحضرتك. ايه الاخبار؟ بص بقى، انا حد عايز ادخل في موضوع التغذيه السليمه الرياضيه والحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها وراح اكلمتك فيها دلوقتي، بس في نفس الوقت انا خايف اخد الخطوه دي، تنصح بايه او ايه المفروض يتاخد بدايه كده؟ بداية كده أهم حاجة يبدأ أصلا أن هو يتمرن تمرين بسيط جدا، ويعني ينزل الجيم يمارس الرياضة، ده أول حاجة. تاني حاجة أن هو يبدأ يمشي على أنظمة غذائية بسيطة بدون مكملات غذائية بدون فيتامينات بدون أي حاجة، لغاية لما يشوف استجابة جسمه وصلت لعند ستيب معينة ومرحلة معينة، جسمي خلاص عايز النقلة اللي بعد كده. النقلة الجاية دي ما بيكونش إلا بطريقتين، المكملات الغذائية أو أنظمة غذائية أدفانسد قوي داخلة فيها برضو المكملات الغذائية، بس في كلا الأحوال هيعمل أول حاجة يعمل إمبادي. الامبادي ده طبعا كلنا عارفين دلوقتي في جهاز بيكون في الصيدليات او الجيمات الكبيره بيعمل تيست للجسم بيقول لي نسبه الدهون الاملاح الميه، من خلاله بيقرا الدكتور او الطبيب المعالج ليه او الكابتن بيقرا الجسم اللي قدامه حالته ايه، حالته يقدر ياخد بروتين يقدر محتاج فيتامينات معينه، من خلال الكلام ده او معطيات او معادلات بيقدر يزود له احتياجاته. كويس. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو هو بقى يعني بيلعب رياضة متقدمة أو في منتخب أو حاجة، بيكون في دكاترة بيبقوا يعني ماشيين اللعيبة بنظام كل حاجة بالوقت بتاعها، يعني بيكون في تخصص وكل حاجة بيكون بالميعاد. يعني أنا كنت بلعب رياضات كتير وأنا صغير وكنت في تربية رياضية فعارف المواعيد، يعني مفيش حاجة عشوائية. كويس جدا. طيب هي الفكرة كلها إن إحنا في بدايات أي رياضة أو في بداية ممارسة أي رياضة بتبص تلاقي فيه نسبة خسائر. نسبة خسائر دي بتلاقي ده نتيجة عدم الوعي او الـ او الـ او البدء بشيء من الـ من الـ من عدم التنظيم او عدم الادراك.
هو هنا ممكن اقول لك النظريه بتاعتها العلميه، النظريه العلميه اسمها حمى البدايات. حمى البدايات انت بتبدا الاول عايز تعمل كل حاجه، عندك هدف او شفت بطل عايز توصل له، زي مثلا في الفتره اللي فاتت دي كان بيج رامي. بيج رامي وصل لمستر اولمبيا اللي هي اعلى بطوله في الكوكب كله زي ما بيقولوا، مش بس مش في مصر او في العالم. احنا بنشوف ده، احنا عايزين نوصل له. هي مش كده بتاعت بيج رامي ان هي دلوقتي بقى هو زي ايه معين او او هيكون الناس عايز توصل لها، هوس يعني هوس للشباب كمان ان هم عايزين يوصلوا لدوت. ايوه بيبقوا عايزين يوصلوا، بس مش هي دي يعني من غير وعي، يعني من غير وعي، من غير دراسه، من غير اي حاجه. فبيعمل هنا بقى، نرجع للنظريه اللي احنا كنا بندرسها اسمها ايه، حمى البدايات. ده اول مكمل غذائي مصري لصديق ليا يعني. ده بيجمع بين حاجه اسمها الكربوهيدرات والكرياتين، ده بيدي باور وبيتاخد قبل التمرين وممكن بعد التمرين، من ضمن الحاجات يعني اللي نازله السوق المصري جديد. لان احنا الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن الفرق بين البروتينات المصريه او السبلمنت المصري او المستورد. ده اللي كنت عايز اسالك فيه الحقيقه، يعني ايه الفرق؟ حضرتك بتقول ده منتج مصري، ده منتج طبعا مصري هايل ان يكون عندنا منتج مصري بجوده المنتج المستورد، ده يعني حاجه هايله جدا. فكنا عايزين برضو نعرف يعني ايه اللي بيميز المنتجات ديت. اللي بيميز المنتجات المصريه انها بتكون خاضعه رقابه واداره وزاره الصحه ومعهد التغذيه، ده رقم واحد. رقم اثنين بيكون طبعا المواد الخام اللي جايه معفيه من الجمارك، فبيكون اسهل وابسط في صوره التعامل المادي للشخص المصري. يعني احنا نقدر نقول ان دي مصرح بيها طبيا في مصر؟ مصرح بيها طبيا من خلال وزاره الصحه. تمام. يعني اي بدايه منتج اللي بيقرر ان هو يعمل منتج سواء دكتور او رياضي او ايا كان، بياخد المنتج بتاعه بيعمل له تحليل العينه، بعد ما بيطلع تحليل العينه بيطلع على المعهد التغذيه عشان يطلع التصريح بتاعته، وبعد كده بيتداول عادي في الصيدليات. والمنتجات بتاعت كابتن عمار عادل واخده التصريح الحمد لله ومتداوله واثبتت نجاح في الاسواق ان شاء الله خلال الايام اللي جايه دي باذن الله. والله هايل ما شاء الله. احنا يعني فخورين ان احنا عندنا منتج مصري. ان الحلقه دي هجيب منتج مصري معايا، بس ان شاء الله الحلقه الجايه، لان انا يعني عايزين نعمل حاجه تكون باذن الله يعني سليمه 100% وامنه 100%. والله هايل، يعني انا بتشرف في اول حلقه ليا ان انا يعني اقدم منتج مصري يضاهي المنتج المستورد، دي حاجه هايله جدا جدا يعني. تحيا مصر بجد. الحمد لله. طيب انا التحقت دلوقتي بنظام غذائي معين، انا كشخص ايه اللي ممكن اتوقعه بعد ما ابدا، اتوقع حدوثه بعد ما يبدا، سواء من حاجات بفتنس وحاجات تقوي مني او حاجات ممكن تعمل لي انتكاسات؟ هو اللي انت بتتوقعه في الاول ما بتلاقوش الا لما تنتظم على النظام الغذائي فتره معينه. لان انت في الاول بتبدا تحس ان انت انا ماشي على نظام غذائي بقالي يوم، بقالي يومين، بقالي اسبوع، طب فين النتيجه؟ وكل يوم تبص في المرايه، كل يوم تقف على الميزان. ما دي بقى حماس البدايات اللي احنا كنا لسه بنقول عليها، ان انت عامل ريجيم قاسي وعايز نتيجه سريعه، كلنا بنمر بالمرحله دي. الفكره كلها ان انت ما بتوصلش بين يوم وليله او يعني في وقت بسيط، لا واحده واحده. اول حاجه ان انت لازم تصبر تماما على النظام الغذائي بتاعك، تاني حاجه ان انت ما تمشيش ورا نظام غذائي ما فيهوش مرونه. طب لو هدفك ما فيهوش مرونه ما بتوصلوش ابدا. هنشوف النتيجه بعد ايه تقريبا. دايما السؤال الستات مستعجلين قوي، وعايزه كمان اسالك سؤال، هل المكملات الغذائيه دي صالحه للسيدات ولا هي دي بتبقى للشباب بس؟ لا، هي اول شك في السؤال. الناس اللي مستعجله، الناس اللي مستعجله تفرق اولا من جسم الجسم، طبيعه الجسم نفسه، ثاني حاجه ممارسه نشاط رياضي او ماشي على نظام غذائي بس، ثالث حاجه يعني اهم حاجه الصبر، يعني هي دي ثالث واهم حاجه الصبر. يعني نقدر نشوف النتيجه بعد ايه تقريبا؟ شهر ونص، مش اقل من شهر ونص عشان يشوف نتيجه ملحوظه. لكن كده كده هو بيلاقي نتيجه كل يوم اصلا الجسم. لو انا ماشي على نظام غذائي مع ثاني او ثالث يوم جسمي من جوه اصلا بيبدا يستقبل الفيتامينات والاملاح المعدنيه الزياده دي، لان طبعا بناكل اكل صحي اكتر، الجسم بيستفيد وبيستريح اكتر. بالنسبه للسيدات، المكملات الغذائيه مش بتفرق بين السيدات والرجال الا في حاجات بسيطه جدا، اللي هي محفزات الهرمونات اللي هي بتتاخد عشان تحفز هرمون يعني معين. يعني في منتج خاص للسيدات وفي منتج خاص للرجال، ولا هي بتفرق في الفيتامينات والاملاح المعدنيه بس؟ لكن بالنسبه لبقيه البروتينات والاحماض الامينيه كلها تمشي للرجاله وتمشي للسيدات، لانها هي بتعوض النقص من النظام الغذائي. بس يعني هو الفكره كلها في المكمل، هو صوره مبسطه من الاكل الطبيعي. تمام. طب تنصح باي نظام غذائي؟ يعني احنا مثلا سمعنا في الفتره الاخيره عن الصيام المتقطع والكيتو والكلام ده كله، ده ملوش علاقه بالمكملات الغذائيه، ولا انت تنصح ان احنا نمشي على احد الانظمه الغذائيه ديت مع المكمل الغذائي؟ هو لازم في اي مكمل غذائي ناخده هنمشي على نظام غذائي. تمام. بس النظام الغذائي ينفع لمين؟ ده يرجع لحاجتين، الشخص اللي قدامي والطبيب المعالج ليه او الدكتور اللي هو بيقول له الحاله بتاعته. لان انا ما ينفعش اعمل لحد صيام متقطع ويكون هو مثلا مريض ضغط او مريض سكر. تمام. ما ينفعش اعمل لحد كيتو وهو عنده مثلا نقرس او عنده حاجه معينه تمنعه ان هو يعمل النظام ده او تعمل له مشاكل. تمام، زي الفل. شويه معلومات حلوين على الماشي كده استفدنا بيهم.
على امل ان شاء الله احنا هنكمل الحلقه الجايه مع كابتن عمار عادل اخصائي التغذيه العلاجيه. سعدنا بيكم في الحته الصغيره دي، وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد الحب، الى اللقاء الحلقه الجايه.